إني ما قالوا لك من أي بلد؟ لك ما قالوا لي أجانب، لو ما أجانب عيان عيان عيان، ما فاني حدا هون، كأنه سليل هالقطاع ما هون ما لك شو دحشني زي معنا وطينا خلصناه لك دقيقة شوي، مو أنت بتحبني؟ وروح بعين نظرة، إذا واقفة قريبة من الشباك بقلها هاي وبيجي بسرعة ما بطول لك إلا هاي من هون لك ما بتسمعني لا أصعد شباك دقيقة وخلصنا هي وخلصنا يا عفو ولك بيست عفو لك يا عفو بس قلت لي ايه يا وطي بس يا ساجريتي يا مونيا عيني يا منظريك شيء لا جميل يا ريح أسعاد شبك الأسول هاي تبعك شو صفتك بس حاطة يعني ليك أسعاد أنا معصب كتير ما بدي أرجع لهنيك أحسن ما أبتلي في لهذا سليل الأقطاع شبك شبك شو صاير نط الله يرضى عليك وقع مني المورد القريب نط جيب لي إياه ها المورد القريب إنجليزي عربي أيوة فهمت علي سيدي المختار سيدي المختار الأخ سلنجو قال وقع منه المورد هون بالقريب هون ممكن إذا بتريد اسمعوا لو أزران طيطة انت ما دخلك ها دعك من ذلك اوسي راستنجو نحن مكاتب الانجليزي ما بتمشي معنا مسيك وينك يبريني عن ديني اذا بشوفك تاني مره هون لاوصل لا تقرب لا تقرب احسن ما اشلك زلاعيمك اسعد يلا خلينا نمشي قبل ما نبتلي فهنا يلا هلا صرت رجال يا استنجو اذا كنت ابضاي انت وزرطيطه بتتموا مطرحكم نظميه ناولين الجفت وضربين زرد طيب نخنا وزير روحوا لها